مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم رغد من قناة تفاصيل تيوب. حنحكي بفيديو اليوم عن مريانا من فريق ديانا والاصدقاء، فلو حابين تعرفوا كل هالتفاصيل والمعلومات كملوا الفيديو معي للاخر. حكينا بالفيديوهات السابقة عن قناة ديانا والأصدقاء وعرفناكم على محتواها، وحكينا عن ديانا ويانا وسمايليك بشكل خاص، ولأنكم طلبتوا منا بالتعليقات نحكي عن مريانا ونعرفكم عنها. رح نختص بفيديو اليوم بتعريفكم بمريانا، مشان هيك لو حابين تعرفوا كل هالتفاصيل كملوا الفيديو معي للآخر. مريانا أحد الفتيات المشاركات في قناة ديانا والأصدقاء، فهي جزء رئيسي من القناة وصور عرض فيديوهات القناة. ومريانا مسيحية الديانة وهي غير مرتبطة أو متزوجة وبتبلغ من العمر 17 سنة، كمان أشهر بصير عمرها 18 سنة، وهي ما زالت بتكمل دراستها في مدارس خاصة بروسيا، وهي مجتهدة جدا في دراستها. ومريانا بتنتمي لعائلة من أب روسي الجنسية وأم روسية الجنسية، وأيضا هالعائلة جميعها مسيحيين الديانة. ظهور مريانا في القناة. مريانا بتعتبر جزء رئيسي من فيديوهات القناة، فهي بتظهر بشكل دائم في الفيديوهات، وهي من الأشخاص المبدعين جدا في التمثيل، فهي قدرت تنال محبة الجمهور وتجذبهم لمشاهدة الفيديوهات في أول ظهور إلها في القناة. تعالوا أحكي لكم عن بعض الأشياء اللي بتحبها مريانا. مريانا من أكثر الأشخاص اللي بيحبوا الراحة وأوقات الفراغ. غير هيك، من أكثر الألوان اللي بتحبها مريانا هو اللون الأسود، فهي بتحب الألوان الغامقة أكثر من الألوان الفاتحة، وهي بتحب الشعر الطويل أكثر من الشعر القصير، وبتحب الفساتين بلبسها أكثر من الكاجوال، وهي بتحب تتابع مباريات كرة التنس أكثر من مباريات كرة القدم، وهي أيضا بتحب الوجبات السريعة أكثر من الوجبات الصحية. مريانا أيضا مو مغرمة بالموضة بشكل كبير، لكنها دائما أنيقة ومزوئة بلبسها، وبتحب أيضا الترتيب بلبسها بشكل كبير. غير هيك، مريانا بتحب متابعة المسلسلات والأفلام السينمائية، وهي بتتمنى لما تكبر تصير أحد الفنانين السينمائيين، فهي بتعتبر دخولها في قناة ديانا والأصدقاء الخطوة الأولى إلها في النجاح بعد ما شافت المحبة الكبيرة من الجمهور. أيضا مريانا بتحب الهدوء وعدم الضجة أبدا، وبتحب تستيقظ في ساعات النهار الباكر، فهي بتحس إنه هالساعات إن تعطيها هواء نقي وفي طاقة إيجابية وبيخليها تحس بالراحة. تعالوا نحكي عن حياة مريانا الخاصة. مريانا من الأشخاص اللي بتشارك متابعينها بعض تفاصيل حياتها الخاصة، لكن هي ما بتنشر كل شيء بيصير معها، فهي مو مهتمة بالسوشال ميديا بشكل كبير، وهي بتمتلك حساب على الإنستغرام بيبلغ عدد المتابعين في هالحساب أكثر من 1000 متابع، وعدد المنشورات اللي مرفوعة على هالحساب 10 منشورات، وجميع منشوراتها عبارة عن صور خاصة فيها وفي أصدقائها. هيك بنكون أنهينا هالفيديو لهذا اليوم. ما تنسوا تشاركوني رأيكم بالتعليقات وتحكولي هل بتحبوا مريانا ولا لا، وشكرا لمشاهدتكم. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد.